هكذا تنطلق هذه الأسماء الرائعة والمميزة في الشوط السابع عشر المخصص لفئة البكار في هذا التجمع في هذا اليوم الثالث من أيام الشحانية المرحبة بضيوفها أبناء مجلس التعاون الخليجي في هذا المهرجان الكبير مهرجان سيف أمير البلاد المفدى وهذه التنظيمات وهذا الكرم وهذه الحفاء والحقيقة لا نستغربها من أهالي الكرم والطيب والجود والمعاني والاحترام مباشرة إلى تعداد الأسماء الأولى وميزة على مقدمة هذا الشوط ميزة على المركز الأول لمحمد بن حمد بن محمد الوهيبي على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى بينما الدورة دور المركز الثاني هنالك زرعة لمحمد بن حمد بن سعد السعد النابت على المركز الآن الثاني والدور دور المركز الثالث المركز الثالث هنالك منصورة لسيد سهيل بن حمود بن علي الوهيبي ما شاء الله على هذه الأسماء والمركز الرابع المركز الرابع الوصول من الرياضية لراشد بن محمد بن راشد المري وعلى المركز الخامس المركز الخامس الوصول أيضا من شعله لسعيد بن سلطان سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على المركز الخامس خمسة اسماء عملاقة ولكن ماذا بعد الخمس ماذا بعد الخمس 78 اسما لامعا في هذه الشوط وتبحث عن السيارة الثمينة من هو الفائز من هو المنتصر من هو من ينال مادة الزعفران مع الثلاث المراكز الاولى المتقدمة من هو من يسجل بحروف ذهبية في هذا الكرنفال وفي هذا العرس التراثي الكبير المركز الاول والصدارة محمد بن حمد الوهيبي على مقدمة الشوط مع ميزة مع المركز الاول ومع الصدارة بينما ياتي دور المركز الثاني الوصول ايضا من قبل افراح ايامك افراح يا العامري بخيت بن فارس بن بخيت ايضا العامري على مقدمة الشوط بينما الدور دور المركز الثاني الكايدة وسعيد بن محمد بن سعيد بن محمد العامري على المركز الثاني والدور دور المركز الثالث هنالك الوصول من ميز محمد بن حمد بن محمد الوهيبي على المركز الان الثالث ولكن التسلل والقوة هنالك من الجهة الاخرى سمحة لمحمد بن عوض بن عبيد الراشدي على المركز الرابع وبدوري اخذ خامس الاسماء المركز الخامس المركز الخامس المركز الخامس شعار بن نصرة هنالك من الزاوية الاخرى ومبارك بن محمد بن نصرة مع متوجه مع المركز الخامس اذا هذه الاسماء هذه الشعارات الخمسة الاولى الله 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 الحقيقة اسماء اسماء بترعب اسماء قوية أسماء رنانة تاريخ مشرف لهذه الأسماء وكذلك فطاحلة المضمرين الملاك والمتابعين أيضا يترقبون ويتابعون الشاشات الناقلة لهذا الحدث الكبير المركز الأول والصدارة والقوة هنالك مع أفراح أفراح يا أفراح كم أنت أفرحتي مالكك وأيضا متابعيك الذين يتابعون هذه الخطوات الثقيلة هذه الخطوات الرزنة بهذه القيادة وأنت تتقدمين وتقودين من الأسماء الكبيرة يا سلام مع المركز الأول يا العليلي الله 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 بخيت بن فارس بن بخيت العامري مع أفراح المركز الثاني والتسلل والتسلل الكريبي مع المركز الثاني هنالك القدوم مع مطنوخة لسيف بن راشد بن مشروم الكعبي مع المركز الثاني بينما بدوري اخذ المركز الثالث هنالك الوصول ايضا مع ديباجة لخميس بن سعيد بن ناصر الزرعي ضيفة عزيزة من سلطنة عمان الشقيقة والوصول والزاوية الاخرى الله يا بن خويتم مع الحذرة احذركم من الحذرة هذه الرائعة محمد بن حمد بن خويتم العامري ويا سلام وتألق في هذا المهرجان دائما وأبدا واليوم له نقطة رائعة ومميزة بينما هنالك روعة لحزام بن زيد بن محمد بن محسن يصل أيضا إلى المركز الخامس ولكن التسللات أعود إلى المركز الأول أعود إلى هذه الرائعة أعود إلى هذا الاسم مع المركز الأول ومع الصدارة
ومع القوة مطموحة على المركز الأول. سيف بن راشد الكعبي مع المركز الأول وهذا الاسم المميز مع الصدارة. المركز الثاني هنالك أيضا الوصول من قبل أفراح بخيت بن خميس أو بخيت بن فارس بن بخيت العامري مع المركز الثاني. أرصد لي المركز الثالث، أرصد لي هذا التألق، أرصد لي هذا الوصول، أرصد لي هذا التسلل. الله يا وبرة عيسى بن خميس بيشلبود الخيالي ووصل الخيالي وصل الخيالي، بينما هنالك على المركز الرابع الوصول ايضا بقوة، الوصول ايضا من اسم صبر. ما في صبر يا العمري، ما في صبر يا محوت، ما في صبر يا الوسطى بسلطنة عمان. المركز الاول والصدارة. الله الله، ما هذه الضغوطات، ما هذه التحركات. 800 متر النهائية، 800 متر النهائية، وافراح افراح على المقدمة. ايامكم افراح، اسأل الله سبحانه وتعالى ان تستمر الافراح في دولة قطر بهذا التألق وبهذا الجمال وبهذه اللوحة الرائعة والمميزة. ولكن صبر، الله يا العمري سق الله دارك يا العمري، ابدع ايها المبدع، انتصر مع هذه الرائعة والمميزة. صبر صبر صبر، الحروف ثلاثة والمعنى كبير، الحروف ثلاثة والانجاز مشرف، الحروف ثلاثة والسيارة تتلالى. سلام يا العمري سلام. حمد بن سالم بن حمود بن حميد العمري غادر الناموس الى محوت. سلام يا محوت، سلام يا حج، سلام ايضا يا اليوبة، سلام يا الانجاز، سلام يا السلطنة. من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، هذه هي صبر، هذه هي صبر، لا تعرف الا الناموس بدون اي منافس. هذه هي السبوق. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الاعزاء، التألق مع وبرة لعيسى بن خميس بشلبود الخيالي مع المركز الثاني. وفي المركز الثالث كان الانجاز رائع ايضا مع بشاير المبارك بن عبد الله بن معضل بن سيف المشغوني. وفي المركز الرابع الوصول ايضا والقوة من قبل الشهنية يمعى بن عامر بن دحفوس المنصوري. وفي المركز الخامس التألق ايضا من نوار العامر بن سعد بن محمد الفيدة المري. ما شاء الله، شوط قوي، إثارة ومتعة وناموس مع صبر وتوقيت الزمن الذي رافقها في هذه الرحلة الرائعة. 7:42.80 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لمالك صبر. المركز الثاني والإبداع والتواصل أيضا كان مع التوقيت الزمني الرائع 7:45.89 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس أيها الأخوة الكرام مع بشلبود عندما غادر بهذه اللحظات الجميلة هو الرائعة هو المتحدية، فكان هنالك انتصار حليفا مع عيسى بن خميس بشلبود الخيلي من خلال حضور وبرة. وفي المركز الثالث التوقيت الزمني 7:47.25 جزءا من الثواني، فالناموس كان حاضرا بقوة أيضا مع هذا البطل مبارك بن عبد الله بن معضد بسيف المشغولي مع بشايرة. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء بعد قصة صبر القصة تتحول، والمعلق أيضا